تغير الزمن فتطورت التكنولوجيا وتغيرت موازين القوى العالمية. اكتساح آسيوي عربي، عنوان قصة نجاح تكتبها الإمارات بأحرف من ذهب. صناعة السيارات الكهربائية لم تعد حكراً على الغرب أو أوروبا، أمام هيجان العقول العربية. يوماً بعد يوم يقتحم الخليج العربي كافة أنواع وتصنيفات الصناعة العالمية. كيف لا والإمارات تتصدر المشهد العربي لصناعة السيارات الكهربائية بشركة الدماني، الشركة العربية الأولى والوحيدة في المنطقة وبمواصفات عالمية. الإمارات العربية المتحدة تقتحم صناعة المستقبل بامتياز لأحكام السيطرة على الصدارة العربية. بدأت القصة حديثاً بطموح كبير نحو المنافسة الدولية واكتساح المراتب الأولى. ميدان صناعة السيارات الكهربائية بالإمارات مستقبل زاهر بأياد عربية خالصة. فما هو سر هذا النجاح؟ وإلى أي حد سيتميز الإماراتيون في هذه الصناعة؟ هذا ما سنكتشفه، فابقوا معنا. وطبعاً كالعادة نذكركم بالاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. تعتبر صناعة السيارات الكهربائية واحدة من القطاعات المتطورة والمتجددة وذات التكلفة العالية جداً، لكنها تمثل أيضاً قطاعاً حيوياً لأي دولة كانت، خصوصاً أن مكاسبها المادية طائلة، بجانب ما تمثله من أهمية كبيرة في علاقة بالتوجه العالمي نحو التنمية المستدامة. ويرجح أن هذه الأسباب هي ما دفعت الإمارات للاهتمام أكثر بدخول هذا السباق، حيث تشير الدراسات أن الإمارات تسعى بجد إلى رفع أعداد السيارات الكهربائية إلى ما يصل لنصف تعداد ترسانة سياراتها ضمن خطة استراتيجية للحياد المناخي، إذ إنها خططت لخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40% تحت شعار منظومة النقل الأخضر، وذلك لأجل خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050. إضافة لذلك، تمكنت الإمارات مؤخراً من إنشاء قاعدة متنوعة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية بصمت عليها بالجودة العالية والقدرة على المنافسة العالمية ضمن ديناميكية مبدعة. على أي حال، ستدرك عاجلاً أم آجلاً أن هذا ليس غريباً على الإطلاق عندما تعلم أن الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة للشركات والاستثمارات والمواهب. وبالمناسبة، هذا تصريح سابق لعمر سوينع السويدي، الوكيل المكلف لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. إلا أن هذا الحلم ليس وليد الصدفة، فنحن نتكلم عن تخطيط محكم ومنظومة صناعية متطورة. فقد جهزت الإمارات على مدار آخر 3 سنوات الأساس اللازم لتشغيل خط التصنيع، ويعود ذلك لتشييدها لأول مصنع إماراتي لإنتاج السيارات بمكونات قابلة لإعادة التدوير، تحت شراكة فريدة من نوعها تجمع بين منصة صناعة الإماراتية وشركة API العالمية. كما من المرجح أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيض معدل استهلاك الوقود، وهو ما سيؤدي تباعاً إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المتقدمة، أي فيما معناه مواكبة التطورات العلمية والتقنية ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني عبر استهداف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية تحت شعار صنع في الإمارات. ثم ومن جهة أخرى، فقد كللت مساعي المسؤولين مسبقاً بالنجاح، ذلك إذا ما تحدثنا عن ملف تهيئة الميدان للشركات المصنعة العالمية، كونهم قد تمكنوا من توقيع اتفاقية مع شركة أكسل الكندية لتصنيع أبرز سياراتها الكهربائية الفاخرة المطلق عليها شاركس 5 بالإمارات، خصوصاً وأنها تتوافق مع أهداف الإمارات المعلن عنها سابقاً بمؤتمر المناخ COP28. فلك أن تعلم سيدي المشاهد أن هذه السيارة تتيح إمكانية إعادة تدوير 90% من بطاريتها، بيد أن ما ذكر سلفاً هو محض بداية لمشاريع أكبر. فقد أعلنت مجموعة كيزاد الإماراتية بسنة 2022
عن إنشائها لأول منشأة وطنية لتجميع السيارات الكهربائية بالشراكة مع الشركة الإماراتية الصينية NWTN Matiz HQ، بغية تلبية الطلب المتنامي على خيارات النقل المستدام، كونها ستعمل بذلك على تطوير منطقة شاسعة بمساحة 25 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية سنوية بفعالية قصوى قد تصل لعشرة آلاف سيارة كهربائية مجمعة بموجب نظام تجميع قطع الغيار غير المفككة بالكامل للمركبات الكهربائية، بهدف تنمية الخبرات الصناعية الإماراتية وتوفير أكبر عدد ممكن من المركبات منخفضة الانبعاثات، ما يفسر بشكل صريح الخطة المستقبلية لهذه المنشأة في علاقة بمرحلتها الثانية، إذ تنص الاتفاقية المشتركة بين كلا الطرفين على رفع الطاقة الاستيعابية بغرض تجميع 50,000 مركبة كهربائية سنوياً، تماشياً مع مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050، مما يقودنا بالتبعية إلى النتيجة المتوقعة، ألا وهي الريادة بين كل المنافسين بالشرق الأوسط. لكن من المؤكد أن لسان حال الشعب الإماراتي يقول الحلم لم ينتهي بعد، والقمة لا تزال هدفنا. دبي الصناعية. مصنع الدمان لتصنيع السيارات الكهربائية يعد الأول والوحيد في المنطقة وبمواصفات عالمية، هكذا علقت الدكتورة وسيدة الأعمال الناجحة الإماراتية ماجدة العزعزي، رئيسة مجلس إدارة آم جلوري القابضة والمؤسسة لشركة الدمان لتصنيع السيارات، الشركة التي مثلت طفرة هائلة لمستقبل العالم العربي بقطاع السيارات الكهربائية باستثمار مالي يقدر بما لا يقل عن 400 مليون دولار أمريكي. ثم ونتيجة لازدهار علامتها باتت من المعروف عنها تميزها بالتنافسية العالمية، إلى جانب قدرتها على تحمل بيئة وأجواء منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً، وفي حين أنها ستعمل على إنتاج 10,000 سيارة سنوياً بشكل وقتي، فإنها ستنتقل خلال هذه السنة بحسب المخطط الأساسي إلى الموقع الرئيسي بمدينة دبي الصناعية لأجل رفع معدل الطاقة الإنتاجية إلى 55,000 سيارة كهربائية، خاصة وأن مساحة المصنع العملاق الجديد لن تقل عن 92,900 متر مربع، وهو ما سيعني توفير 1000 فرصة عمل بالمنشأة حسب التقديرات الأولية، في ظل الأهمية الفائقة لمدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم والمركز الصناعي واللوجستي لما يزيد عن 280 مصنعاً و750 شركة. صنع في الإمارات. عقب تزايد اهتمام المسؤولين بالإمارات بالتوجه العالمي نحو التنمية المستدامة من حيث تجهيزاتها المستمرة لتعمير الطرقات بالسيارات الكهربائية وتكثيف إنتاجها محلياً، توضحت نتائج الاستراتيجية الموضوعة سلفاً من خلال بعض إنتاجاتها المتألقة، إذ إن الإمارات قد تمكنت خلال عام 2022 من إنتاج سيارة الدمان DMV 300، أول سيارة كهربائية إماراتية من صناعة شركة الدمان التي ذكرناها آنفاً. بأي حال، تتميز هذه السيارة العصرية بقدرتها العالية للتنقل بمعدل مسافة 405 كيلومتر للشحنة الواحدة، علماً وأن بطاريتها تدعم الشحن السريع، أي أنها ستحتاج لـ30 دقيقة لا غير. لكن أياً يكن، فإن الإمارات قد تفوقت على نفسها من خلال سيارة ميوز الكهربائية التي تم الأعلان عنها بأواخر السنة المنصرمة في إطار تعاون إماراتي صيني جمع بين شركة روبدان وشركة NWTN Matiz HQ. آنذاك ظهرت سيارة ميوز بمظهر جريء دمج بين الفن والعلم تحت مسمى الإلهام الثقافي، لتكون بذلك أول سيارة إماراتية كهربائية مزودة بأنظمة قيادة ذاتية. لكنها لم تكن السيارة الوحيدة أو الأخيرة المنتجة من طرف شركة روبدان الإماراتية،
فقد عززت هذه الشركة حضورها عن طريق آخر إصداراتها سيارة رابدان وان، أول سيارة دفع رباعي كهربائية بمدى شحنة واحدة لكل 860 كيلومترا، وبقوة تسارع عالية تستغرق حوالي 4.5 ثواني فقط للوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، ما سيوطد سلسلة الإنجازات المتتابعة للإمارات الهادفة لترسيخ مكانتها بالشرق الأوسط كأبرز منتج ومصنع عربي للسيارات الكهربائية بأحدث طروزها. فهل ستنجح الإمارات مستقبلاً في أن تكون الرقم واحد عربياً في صناعة السيارات؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.